الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أحب شخصا في الله ويكون بيننا اتصال في شهر واحد أو أسبوعين تقريبا يكون بيننا اتصال، فهل هذا من الحب في الله؟ وكيف نفوز بمحبة الله؟ الحمد لله رب العالمين. لا جرم أن المحبة في الله فرض واجب فيما بين الإخوان، فيما بين المسلمين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في جلال الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليخبره أنه يحبه. فإذا كنت تحب هذا الإنسان في الله فعليك أن تخبره بأنك تحبه في الله من باب توثيق هذه المحبة، ومن باب تصفيتها من شوائب الدنيا وعلائقها. فإن قلت: وما حقيقة المحبة في الله؟ فأقول: إن حقيقة المحبة في الله هي ذلك الشعور بالحب المنبعث من قلب إنسان لا يقصد به دنيا ولا شهوة، لا يقصد به دنيا من مال ولا منصب ولا محبة مدح ولا ثناء ولا محبة صورة، وإنما الباعث لقلبك على محبة هذا الشخص إنما هو لما يتحلى به من الإيمان والتوحيد والعقيدة الصافية والأخلاق الدينية الحسنة. فإن قلت: وما علامة هذه المحبة؟ فأقول: علامتها أنها تزداد وتنقص على حسب امتثال المحبوب لأمر الله واستقامته على شريعته. فكلما ازداد تمسكا بطريق الله عز وجل ازدادت محبتك له، وكلما ضعف وأبعد عن طريق الله وضعف وازع دينه أو ارتكب شيئا من المحرمات أو ترك شيئا من المأمورات ضعف وازع محبتك له. فإذا كان مؤشر محبتك له يتفاوت قوة وضعفا على حسب تفاوت سيره إلى الله عز وجل قوة وضعفا، فهذه علامة عظيمة بأن هذه المحبة النابعة من قلبك له إنما هي محبة لله تبارك وتعالى. وهذه ميزة في هذا الدين لا نجدها في دين سماوي آخر، فقد فرض الإسلام بين أفراده أخوة عظيمة ومحبة كبيرة لها مقتضياتها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل، في قول الله تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم، قال ابن مسعود: هم المتحابون في الله. فقد نزلت هذه الآية في المتحابين في الله. فينبغي أن تتفقد حبك هذا وأن تبتليه وأن تختبره: أهو لله أم لشيء من حظوظ الدنيا وشهواتها؟ فقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر من أمور الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فإن قلت: وما ثمرات المحبة في الله؟ فأقول: اعلم أن للمحبة في الله ثمرات كثيرة، منها أن الله عز وجل يحبهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في. ومن آثار هذه المحبة وفضائلها أيضا أن المتحابين في الله في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. ومن ثمراتها العظيمة أن العبد يجد طعم الإيمان. الصحيحين من حديث أنس
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن ثمراتها العظيمة استكمال الإيمان، كما في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن أعظم ثمراتها دخول الجنة بسلام، دخول الجنة بسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذه المحبة هي التي تسمى المحبة في الله باعتبار حقيقتها وعلاماتها وآثارها. ثم يأتي بعد ذلك التواصل بين المتحابين في الله، هذا مطلق غير مقيد، فقد لا تتصل بمن تحبه في الله في العام إلا مرة أو مرتين، بل إنك ربما تتصل بمن لا تحبه أكثر من اتصالك بمن تحبه في الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لنا إخوانا لا نراهم في العام إلا مرة، نحن أوثق بمودتهم ممن نراه كل يوم مرة. فإذا ليست القضية في المحبة في الله قضية كثرة اتصال أو قلة اتصال، فكثرة الاتصال لا تقدح في محبتك، فكثرة الاتصال ليست دليلا على أنك تحبه في الله، وقلة الاتصال ليست دليلا على أنك لا تحبه في الله، لأن هذه المحبة شعور قلبي يحس به الإنسان من نفسه. فكلما ازداد التواصل وازداد فإن التآلف حينئذ يزداد. فلو لم تتصل به في العام إلا مرة أو مرتين، أو لم تلتقي به في السنة إلا مرة، فهذا ليس دليلا على أنك لا تحبه في الله، والله أعلم.